السلام عليكم عمار، شلونك؟ وعليكم السلام أستاذ حمد، تفضل هذه أوراق معاملتك جاهزة، وطبعاً بفضل نسب لأن حسابك بلاك. هلا حمد، شكلك نسيت تدز لي فلوس المشروع الخيري. هي والله صدق يبا. خلاص خلاص حاضر، لا تحاتي. ألو، هلا عمار. يا عيال، أحد منكم يشوف الباب؟ يدي، هذا موظف من KIB جايب لك هالظرف. السلام عليكم. كالعادة جاي متأخر. لأني أول ما شفت هالطقم استحليت عليك. وانت بعد البلاك وايد حلو عليك. تميز مع حساب بلاك من KIB، تجربة مصرفية فاخرة من الامتيازات اللي تستحقها.